السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم واحد الفطائر بالبر والجبن اللي تيطلعوا رائعين رائعين بزاف، وصراحه يستاهلوا التجربه وتيجيو زوينين بزاف ولذادين البنات وصحيين في نفس الوقت. صحيين البنات، وبسم الله خليكم معايا وما تمشيو فين، وبسم الله على بركه الله. ندوز معكم المقادير، طريقة التحضير. جيب قرع. محلولة. باغا البنات لهاد الفطائر اللي غادي نعجن، عندي هنا واحد الياغورت طبيعي بدون السكر. غنضيف واحد هكدا. غنضيف كلشي مرة يا البنات، اللي بغا يضرب بالخلاط. اضرب ندير هاد جوج بيضات. هاد الفطائر تيجيو رائعين صراحة، وزوينين ولذاذين بزاف. واحد نص كاس ديال الحليب ولا كاس على حساب افراد العائلة اللي غادي ديرو، لان الحليب باش غادي نعجنو هكدا. درت انا كاس ديال الحليب، غنزيد شوية ديال الماء دافي. واحد شويه ديال الماء، واحد نص كاس حتى هو ديال الماء، شويه ديال المليحه على حسب الذوق. السكر اللي بغا ندير غير شويه على حسب الحموريه. من بعد الا بغيت نضرب الضو غادي نضربهم بالخلاط ونكسوهم مع بعض. نحطو غير بالخلاط يدوي ماشي مشكل. واحد المعلقه ديال خميره فوريه هكذا. غادي ندير واحد شويه ديال الزيت العود، شويه ماشي بزاف. نخلط مزيان، نخلط نخلط مع الخلاط. اسمحوا لي ما تشوفوا، درت السكر، درت شويه ديال خميره الحلويات حتى هي، غادي ندير غير قليل. ضرب على هكا شويه، غادي نحرك مزيان. من بعد غادي نعجن بيديا، غادي نعجن الفطائر ديالي ونخليهم حتى يطلعوا شويه هكذا البنات. بعد ما ضربت نخلي حتى ندمج بعضياتهم مزيان. صافي، هذا غندير طحين على حساب الخليط. عندي هنا واحد الزلافه هي حتى نشوف، جوج كيسان ديال العنبه. يمكن غادي نزيد البنات. انا درت الحليب، غادي ديروا حتى لواحد 500 غرام ديال الطحين اللي غادي ديروا. المهم ما خصهمش يكونوا جاريين بزاف، ما خصهمش يكونوا الفطائر ديالنا. غادي نديروا على شكل عيويات بحال اللي يقول بحال الشكل ديال المسمن، حتى خصهم يكونوا قاصحين. نكتفي هكذا حتى نجمع العجينه ديالي ونرجع معكم ان شاء الله ونوريكم باش غادي نشكلها ان شاء الله هكذا البنات. صافي، انا هزت لي 4 كيسان ونص ديال الدقيق. صوبها بيديا كما تشوفوا، الفوينة باش تقدري تهزها باش تتصح. نقطعو شويه بشويه، وحنا نخدمو غير بالعقل. غادي نعجن العجينة ديالي، ما غنحتاج معانا لا دلك لا والو. هاد الفطائر البنات تيجيو زوينين صدقوني، تيجيو زوينين هكا الكوتي ولا العشاء. انا كندير من العشاء بزاف، كيبغيهم وليداتي مع الحليب، تيشربوا الحليب وكيدوزو بهم.
انا كنبغي مع اتاي هكذا البنات غادي يكونوا خفافين ما يكونوش قاصحين وما يكونوش جاريين غادي يكونوا بحال الشكل ديال المسمن غادي نزيد واحد جوج معالق ديال الدقيق نزيد انا واحد جوج معالق طحين ونجمع العجينه ديالي البنات معجنه الفطائر ديالي هما كي تشوفوا صافي ديتها وجبتها ما بقاتش كتلتصق في اليدين صافي غادي ندير واحد النقطه ديال الزيت هنا وغادي نصاوب سمحوا لي الماشينه عندي خدامه مديتها وجبتها في سطح العمل ها هي البنات دهنت شويه لهذا هنا فاش غادي نحط بشويه ديال الزيت ودهنت حتى هي بشويه ديال الزيت ونحطها هنايا ونغطيها حتى البنات يضاعف الحجم ديالها ونرجع معكم ان شاء الله ونقرصها معكم ان شاء الله ونطيب ونوريكم الشكل باش غنطيبها ان شاء الله خليكم معايا وما تمشيو فين مع غادي البنات صافي دابا خليت العجينه ديالي غادي نديرها البرو هنا هكذا في هذا الزيته بعد ما قليتو هكذا تشوفوا هكذا غير شويه ما دايرهاش بزاف هما ديك الزبيده درتو نضيف عليها شويه ديال المعدنوس هكذا مع الماس خضر وندير الجبن ندير البنات جبن المثلث هكذا ندير واحد ثلاثه كما تشوفوا ثلاثة ولا أربعة على حساب الكمية اللي عندكم أنا عفوا غندير خمسة البنات باش يكفي لي الكمية اللي عندي هكذا واضحة لكم الصورة اليوم البنات ما عنديش الصورة واضحة كما تشوفوا غير ثلاثة أربعة خمسة على حساب الكمية غالبنات اللي غادي دار الكادو أنا درت خمسة معكم مع هاد المعدنوس وهاد البرو مزيان مغاديش نكون تنكتر الكمية بزاف غندير داكشي غير قليل كيشتو انا ولادي ما تيبغيوش الربيع وكسبوا المعدنوس راه زوينه البنات الكلاوي رائع صراحه كلشي المعدنوس ديروا المعدنوس تروح تحافظ حتى على الشباب ما تجيش به الشيخوخه مبكره نخدموا مزيان مع هذا كيشتو الجبن المثلث راه تيكون قصح شويه وكان عندي في الثلاجه من الاحسن الا كان زولتوه من البارح من الثلاجه كوعي في حراره المطبخ تجي هاد العماره البيضه دابا غادي ندير هاد الجبن طري ندير منه واحد المعلقه تاع هو لذيذ تناكلو انا هذا مع الخبز البنات تيجي رائع صراحه وندير واحد المعلقه نجيب واحد المعلقه نقيه منديرش فيه غندير جوج معالق كبار تشوف واحد هذا تعجبني يا البنات هذا هنا تعجبني كندوزو بالخبز تناكلو مع الباغيط الخبز فاش تاكلو مازال يلاه طابت هكذا البنات صافي كي قلت لكم هاد الجبن تيجي لذيذ 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 هاد الجبن الطري نزيد نخدمو مع هذا صافي واحد شويه اللي غادي ندير غادي نقرص المسمنات ديالي كويره 9 ورين وغادي نبدا نعمر معكم ان شاء الله صافي هذا البرو كيقول لكم البرو صحي انا في هذه الايام ديال الصيف البنات ما كنديرش الكوكوت على البوطه ابدا
ما تيبغيوش ياكلوها لوليداتي، تندير غير هادشي اللي خفيف هكا بحال الفطائر معمرين تيبغيوهم وليداتي تياكلوهم. نعمر بالبر ونعمر باي حاجه كانت، بالحوت باي سمك كان عندي اي. المهم هذه هي الوجبه اللي تيبغوني انا وليداتي. هكذا البنات ما تنديرش كي قلت لكم الكوكوت ولا الدجاج ولا شي حاجه هكا محمر، تنديرهم غير الا جا عندي شي حد. انا كندير غير داكشي ديال الفران ولا شليضه بارده ولا شي عصير صافي، ما تيبغوش ياكلوا لي داكشي. بحال دابا ندير الكوكوت البنات ما تياكلوهاليش وليداتي، ما تيبغوهاش صافي. فهاد لا يسخن الحل ما تيبغوش هادشي ديال يبغيو الديسير بزاف صافي. وهادشي اللي عمرت المحل هكا بالجبن هكذا تتجي لذيذه صراحه. هاديه داكله هكذا هادي تنديرها مع الشلاضه تتجي واعره البنات. هاد البرو راه رائع وشي حاجه. راه البرو بلا ما نعاود لكم راك عارفين الفوائد كلكم اللي في البرو، الفوائد اللي كاينه في البرو راه فيه الفوائد كبيره، مع ديك شويه ديال الثومه اللي درت مع شويه ديال الاعشاب المنسمه راه كلها. باش غادي نستعني مع المسمنه ديالي بزيت العود صافي البنات. هذه هي وجده. دابا غادي نجيب المسمنه ديالي بعد ما طلعوا غادي نجيبهم نقرصهم هكذا بعد ما نضاعف الحجم ديالهم هكذا. غادي نقرصهم نقطعهم قطع صغار ونحطهم البنات صافي. عندي شويه ديال الزيت باش غادي نقرص البنات. ندير شويه ديال الزيت وغادي نبدا نقطع القطع ديالي لكم علاش ما قداش ما بغيتو البنات. هكذا كما تشوفوا الصداع ديال التران البنات، راني قريبه للتران، المحطه ديال التران قريبه حدايا هكذا صافي. تنبقى نقرصهم على هذا الشكل هذا ونحط تنقرص الخبيزات ديالي باش ما نطولش عليكم الفيديو ويجيكم ممل. هكذا البنات غادي نقرص كل واحد على حسب المقيله ديالو فاش غادي يطيب. كان اللي بغى يدير كبير، انا تعجبني صراحه هادشي صغير تيكون يجيني اي حاجه ملوي صغير ولا قليل فين تندير داكشي ملوي كبير ولا هكذا. تنقرصهم كلهم ونخليهم حتى يطلقوا واحد 10 دقائق وعاد نرجع ولا حتى 15 دقيقه باش يطلقوا فيهم الخميره شويه باش يكونوا تيتنفخوا ونرجع نشكل معكم ان شاء الله البنات. ونتمنى من الله الفطائر اللي غادي نحط معكم تجربوهم وكيجيو لذاد بزاف. ومازال غادي ندير شويه ديال زيت العود والتحميره فلفله حمراء، هذيك اختياريه اللي بغى يديرها، اللي ما بغاش يديرها ما يديرهاش، ماشي مشكل ماشي مفروضه باش ديروها. المهم ديروا الموجود عندكم. وكي قلت لكم علاش درت لكم انا الجبن الطري وجبن المثلث، لان كاين اللي ما يشريش الطري يشري غير المثلث، حتى هو ديرو بوحدو تيجي رائع على حسب استطاعه ديال الانسان كل واحد. كي قلت لكم انا تندير غير حويجات بساط البنات، انا ما تنبغيش ندير هكا نقول راه تندير حويجات بساط بالخضيره، ما تنشريش شي حاجه غاليه ولا شي حاجه هكذا. ما كاينش اللي ما غاديش يقدر مسكين يشري الله يحسن العوان. نديرو غير بحاجه بسيطه بالخضيره، ديما تنعمر غير بالخضيره ولا بهكا شي حاجه غير بسيطه في المتناول ديال الجميع ديال جميع الناس، لان ماشي كلشي عنده كلشي، حنا كلنا ضعفاء تحت الله عز وجل. فنديرو غير حاجه بسيطه لوليداتنا، تنعلمو وليداتنا على المبادئ الزوينه وعلى حويجات بساط هكذا. كيف من ما نقولوش بغينا نديرو هادي ولا هادي ولا خصنا، لا تمشيو غير في المتناول ديالنا على حسب جيبنا على حسب المستطاع ديال الانسان. واحد تيقدر يشري واحد ما يقدرش يشري باش تعمر بهادي ولا عمر بشي حويجات غاليه. كنقول لكم باش اللي عندكم في البيت، اللي عندكم في البيت ديالكم يمكن لكم تعمروا به. ها هم بعد ما قرصتهم كيشتو قلت لكم تنخدم معكم على الطبع ديالي، تنقرص وتنحط حداكم كما انا في داري مع وليداتي، كنحسبكم حبابي وعائلتي. علاش ما تنخبي عليكم حتى شي حاجه؟ لان تنحسبكم عائله وحباب، داكشي علاش تنشارك معكم كلشي الحياه ديالي هكذا كيف كندير في داري كيف كنصايب البنات. وهذا مكا ونتمنى من الله يعجبكم هادشي
دابا غادي نغطيهم بواحد سلوفان ونخليهم حتى تلقاو كي قلت لكم واحد نص ساعه. البنات الا عندكم الشقه ولا مشيو ديروا شقاكم حتى رجعوا ليهم ان شاء الله. ونتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم وعن حسن ديال المشاهدين ديالي. وكنشكر المتتبعات الوفيات ديالي اللي كيتابعوني في القناه ديالي وديالكم، وتنقول لكم شكرا بزاف بزاف بزاف. وكنشكركم وكنتمنى منكم الدعم يا البنات، دعموني باش نزيد القناه ديالي شويه لقدام بكم البنات احبابتي وصحباتي. كنطلب منكم الدعم باش تعاونوني وديروا ابوني وتفرجوا في الفيديو حتى يسالي البنات. الله يجازيكم خير الجزاء، فضل منكم ليس امر مننا. وكنشكركم بزاف 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 بزاف. اي واحد دخل القناه ديالي ودار لي بصيمه تنشكرو وتنقولو شكرا بزاف بزاف البنات. الله يجازيكم خير الجزاء ويطول عمركم يا ربي. هكا البنات بعد ما ربطت المسمار ديالي كنبقى مع العشكين كنستعني بشويه ديال الزيت هكا. انا بديت نصاوب صاوبت شويه ندير هكذا كنطلق المسمار مزيان. كنجيب هذا الفرماج البرو كنديره هكا في الوسط كندير غير قليل ما كنديرش بزاف. المهم غير ديك الجبن الطاري والفرماج والجبن المثلث وكيجي رائع هكذا. كنستمر هكذا حتى كنسالي الفطائر ديالي كلهم. كنجي هنا للوسط كندير واحد القطيعة في الوسط أو كنمشي كنلوي بهاد الشكل هذا هكذا حتى تشوفو البنات هكذا. كنعوضوها مزيان كنجمع هاد الرويسات هكذا أو تنخشي فيهم هادي أو تندير هكذا البنات. هاهي هاهما المسمار ديالي فين بديت كنصايب. هاهما أنا غندير المقلاة سخون باش نطيب بزاف. كنصاوب أو كنطيب كنستعمل الزيت هكذا كتشوفو هكذا ونستعمل هكذا. كندير القليل من الفرماج البرو هكذا كندهن فيها غير ديك الفرماج هكذا البنات هكذا. كنصاوب هكذا كنجيب كنقطع من الوسط كنمشي كنطوي على هاد الشكل هذا هكذا. وهنا كنطوي كنوصل هذا الراس البنات تاكل على هاد الشكل هذا. المسمن ديالنا هو كنجيبو كنجمعوه بهاد الشكل هذا كيجي زوين بزاف وساهل والمبتدئات وكل شيء صابون ما حاجه سهله هكذا. مابقاوش هاد اللوبيون هكذا البنات شويه من ديال هاد البرو مع هاد الفرماج. ما كنديرش كثير كندهن غير الفرماج الفرماج اللي تيجي رائعين. انا نعاود معكم وحيده اخرى الشكل هذا سهل غير تنقربو طويه لعن طويه هكذا كتنزل ما كتبقاش الفراغ هنا هكذا. كنجبدو هذه للراس هكذا كيف تنصابو بهاد الشكل هذا بحال بولو هكذا. تنخشيو هذا من التحت وتنحطو السمنه ديالنا على هاد الشكل هذا. نزيد وحده اخرى حتى نسالي الكميه اللي عندي كلها البنات البنات. كندير الزيت هكذا وخليكم معايا حتى نبدا نطيب ونوريكم الشكل النهائي باش ما تشوفوش هكذا. وغادي نجيبها ولا نطيلها هكذا باش نطيب شويه بالزيت غير شويه قليل من الزيت. انا كيعجبني ندير كلشي في هذه المقله هذه
حتى البنات ونحيدو هذه بسهوله. كنبقى مقاده وما تديناش عوجه الطبائر ديالنا كيجيو زوينين. غنقاد وحده اخرى وانا كنضيف عليه الزيت هكذا هكذا البنات. ندير شويه ديال الزبيده كي تشوفوا واش كيجيو حمرين. كنقلب هكذا كيجي رائعين البنات كيجيو زوينين بزاف كيتنفخو. غادي نقص شويه في الفرن البوطه باش كيطيبو على خاطرهم. اسمحوا لي ديرها تحرقت شويه كترتفع المقله. كانت عندي الحديده كانت عندي البلانشه ديال الضو ما كنبغيش ندير بها البنات. تعجبني صراحه ديال هاد المقله هذه كيطيب مزيان وكيتنفخو كيجيو زوينين رائعين هكا. مره مره نقلبو باش كيتنفخو. السيل ديالنا فاش غادي نحطهم وانا تنقلب كيما شتو. انا كيعجبني نطيب الحاجة مزيان البنات. فاش تنبغي طيب كندهن شويه بهذا زيت العود مع ديك هكذا بشويه باش كنعطي اللون. زيت العود كي شتو الا درناه في العافيه تيطلق واحد الدخان. نديرو غير شويه هكذا هي باش كنعطي لنا غير داك اللون. عندي دابا الاخرى مرقه غادي نجيبها غادي نحطها بنفس الطريقه اللي حطيت الاخرى كي كتشوفو مرقاطين وما غلاطينش هكذا تيجيو رائعين. هما حتى يحمرو بزاف بحال قبيله لينو راه هاديك كانت عندي مقلا سخونه بزاف مديروش الخطا اللي درت انا. شويه ديال الزيته كنحطها باش كتنفرق مزيان هاد الفرماج تيجي فيها زوين بزاف. وداك القرمش الطريق تاعو الجبن الطريق الجبن المثلث نديرلك واحد اخرى دابا تهنيك وعندي الجبنة جو البنات تجيو زوينين ودار فيهم واحد الريحه زوينه زوينه ديال هاد البرو كتطلع رائعه صراحه. شوف كيف تيطلعوا مع ديك الفرماج تيجيو زوينين. دابا غندهنهم شويه ديك زيت العود غير شويه كيعطيو غير اللون كي قلت لكم. اللي بغى ما يديرش هاد التحميره والزيت ما يديرهمش اختياري. ندير البنات هكذا ثلاثه ثلاثه كي كتشوفو هكا البنات. كندير ثلاثه في هاد المقيله هكذا هكذا ندير مقله كبيره هكذا نخليها حتى يطيبو نطيب ثلاثه مره. كيما قلتلكم انا قلبي مازال ما طايبينش بزاف غادي نسيت حتى طابت مزيان هكا غير شويه غنحطوهم ونقلبوهم باش كيتنفخو. ها
شويه ديال الزويته باش ما كي ما كيلصقوش هكذا وما كيطيبو. انا تنقلب مره وما كيتنفخو. ها هما البنات كيطلعوا رائعين صراحه، وتيطلعوا في ديك اللويين باش كندير لهم ديك شويه ديال الزيت مع ديك السميده باش كنعطيه مع اللويه رائع. كيجيو لذادين لذادين البنات، والله العظيم الى لذادين بزاف والله، وجربتهم الى زوينين صراحه. مع البرو قلت لكم البرو راه صحي بزاف البنات، راه عنده واحد الدور الجسم ديالنا رائع. نبداو نبداو نعطيوه لوليداتنا هكذا مره شي كويجات ما تاكلوهمش، نديروهم لهم هكذا نحطوهم في الخبز هكذا باش تيبقاو ياكلوا لنا وليداتنا ديك بحال البرو بحال قريعه بحال الخبز بحال اللوبيا بحال داكشي. الولاد راكم عرفتوا ما تيبغوش ياكلوا، ما تيبغيو غير ديك البطاطا. والبطاطا راه صراحة حلوة بزاف ما تاكلوش، واخا هي وجبة رئيسية عندنا حنا المغاربة ديالنا، كلشي في العالم كله وجبة رئيسية البطاطا، راه كلشي تيبغي يديرها. غنطيب الخبيزات ديالي وانا ناقصة البوطة البنات بشوية. المهم تنكمل الكمية ديالي، هادي طابت غادي ندير لها شوية ديال هاد الزويته باش حتى هي كطيب مزيان هكذا. صافي غادي ندهنها هكذا، حتى هاد زيت البلدية تيعطيهم واحد المذاق مع هاد الشونية صراحة تيعطيهم واحد المذاق رائع. صافي هاديك نخليها غير طيب من التحت ونقلبها ونشوف هادي لطابت حتى هي ندهنها، وإلا كمازال نخليها تنعاود نقلبها حيت تندهن غير واحد الجيه متندهنمش من جوج جهات. يا البنات صافي نستمر هكدا حتى نسالي ونرجع معكم إن شاء الله نوريكم الشكل النهائي. البنات ها الشكل النهائي ديال الفطائر اللي درت معكم ديال الجبن المثلث والجبن الطري، ها هما كيجاو ديك البرو كي تيطلعوا البنات زوينين بزاف سخونه. هادي نقطع معكم وحده اللي بارده شويه، شوف البنات كي تيجيو تيجيو رائعين من داخل البنات هكا. بغينا نزيدو نعمروهم شي حاجه نعمروهم، ها هما البنات تيجيو زوينين ولذادين بزاف، ونتمنى منكم تجربوهم وما غاديش ندموا فيهم البنات، لان تيجيو زوينين بزاف بزاف. وهانتوما كي تشوفوا هذا هو الشكل النهائي يا حبيباتي يا صحباتي، هذا هو درت منا كوجبه غداء. دابا غادي ننكب العصير، غادي ندوزوهم مع العصير البنات. ها هما درت العصير منزلي، هذا البنات الرز، هذه البيض كوري البنات، الرز كوري كي تشوفوا تيكون فيها البيض والزبده تيكون رائع هكذا البنات، شويه ديال الخيزو ديال الجزر. غادي نكب دابا العصير ديالي والحليب اللي بغى يشرب الحليب البنات، وتندوزوها مع العصير ديال الخوخ والشاي ديال البنات تجي رائع، واحد الكويس ديال العصير زوين. هكذا هو الشكل النهائي، ما خبعت عليكم والو حبيباتي، ونتمنى من الله ينال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم محتوى ديال الفيديو اللي حطيت معكم ديروا ابوني وبارطاجيو مع الاصدقاء والمعارف ديالكم والاحباب، واللي ما مشاركش في القناه مرحبا الف مرحبا، يضغط على زر الأحمر باش يتوصل كل ما هو جديد إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، إلى الملتقى إلى يوم جديد وفيديو جديد إن شاء الله.